السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. الإعلان إخواني ديال هذه الحلقة هذه جبت لكم شركة مغرب ستيل اللي هي معروفة بالصلب والحديد لتصنيع الأنابيب الفولاذية لي تيوب أسي، وهذه الشركة هذه دارت ثلاثة ديال العروض ديال العمل اللي هما شارجي أ دي في اللي هما لادمينستراسيون دو فونت إكسبور، ودايرة لي تكنيسيان لابوراتوار، وكذلك لي ريسبونسابل ريكروتمون إي بروجي ريسورس هيومان. هادو هما لي بروفيل اخواني ثلاثه. غادي نشوفوا كل بروفيل اشنو هما المتطلبات ديالو في الدبلوم والشواهد، ونشوفوا اخر اجل لكل وحده ديال هاد لي زوفر لومبلو. اول حاجه اخواني غنشوفوا هاد لي شارج ا دي في. لي شارج ا دي في كتشوفوا اخواني هنايا اخر اجل باش تدفع لهاد الكونكور هذا هو نهار 13 شهر 7 2022، وطالبين جوج ديال لي بوست نيفو دو فورماسيون باك بلس دو، ويكون عندك ليكسبيرونس ديال 3 زون مينيموم، والديبلوم يكون عندك لا ليسونس. بالنسبه لطريقه الارسال الطلب ديالك هنا في هذا الموقع هذا، الى عندك تخصص ديال هاد شارجي ا دي في ديال لادمينستراسيون دي فونت اكسبور هنا، وتفرط فيك الشروط كلهم، كضغط على كرييت مون اسباس كانديدا، كضغط عليها بهذه الطريقه في العلامه ديال الزائد هنايا، كضغط عليها وكتعمر واحد الفورمولير او لا واحد الاستماره، وكتحط فيها الوثائق ديالك والمعلومات ديالك كيف غنشوفوا الان في هذا الفيديو هذا. تحطوا في هذا المكان هذا بهذه الطريقه اخواني، وهنا كتبان لنا واحد الاستماره كنعمروها كامله بهذا الشكل هذا، وكنحطوا فيها لي فورماسيون ديالنا، ونحطوا فيها المعلومات الشخصيه ديالنا، وكنبداو بالتيتر دو فوتر بروفيل. كتشوفوا البروفيل ديالكم اش بروفيل عندكم في لي ديبلوم ديالك. مثلا هنا كنقولوا بان عندنا سيرفيس اشا مثلا، ولا مثلا عندك دو ديفلوبمون انفورماتيك، ولا مثلا عندك شيفت بروجي، ولا على حسب هاد الفورماسيون اللي ولا على حسب هاد الكونكور اللي غدوز انت. كتحطو هنايا هنا السيفي اللي كتحط هنا المعلومات ديالك الشخصيه، السيفي اللي كدير مسيو هنا، وكدير البرينو لو نو لا دات نيسونس، وهنا لادريس، وهنا الكود بوستال، الفيل، البي دو ريزيدونس، وكدير ناسيوناليتي لا كارد ناسيونال، وهنا كدير هنا نمره التليفون ديالك، هنا كدير الايميل المود باس، وكتعاود المود باس في هذا المكان هذا. بالنسبه هنا البروفيل ديالك هنايا كدير البروفيل ديالك، هنا كدير اش نتا واش باقي كتقرا ولا ديبلومي ولا خدام اون بوست. هنا كدير السيكتور فاش نتا خدام اكتويل، وهنا كدير هنا الفونكسيون فاش خدام، والصالير اللي عندك، والنيفو ديالك باك بلس ان ولا باك يعني كاين تا باك بلس 6 بلس، وهنا كاين تيب فورماسيون اللي دوزتي هنا واش لونيفرسيتي فورماسيون سبيسياليتي، هنا كاين كلشي بكالوريا كلشي كاين هنا. بالنسبه لهنا لي ديسبونيبيليتي واش نتا ديسبونيبيليتي ايميديات ولا على بعد شهر ولا اقل من شهر، وهنا الاكسبيريونس اللي عندك في هذه الخدمه هذه واش انت اكسبيريونس ولا سون اكسبيريونس، يعني ما عندكش اكسبيريونس كدير سون اكسبيريونس، الى عندك اكسبيريونس راه بادي من موان دو دو زون يعني اقل من عامين للفوق. بالنسبه اخواني هنا في الاسفل في هذا المكان هنا كدير الفورماسيون ديالك، يعني هاد لي ديبلوم اللي عندك امتى خديتيه واش مسنه فاش خديتيه. هنا كدير الفورماسيون اخواني، كدير هنا الديبي ديالو، وهنا كدير الفان ديالو، وهنا كدير ليكول، وهنا كدير النومبر ديال لي فورماسيون، وهنا كدير ديبلوم اللي عندك باك ليسونس ماستر دكتوراه ولا لوطخ، وهنا كدير واحد ديسكريبسيون ديال الفورماسيون. هاد لي فورماسيون اللي عندك كدير واحد التعريف ديالو ولا ديسكريبسيون ديالو. بالنسبه لاخواني لهنايا ليكسبيريونس بروفيسيونيل يعني لونتربريز فاش انت خدمتي وخديتي ديك ليكسبيريونس عندك، هنا كدير الشهر فاش بديتي والعام فاش بديتي في هذه الشركه هذه، وكدير هنايا الفا مثلا ما بقيتيش خدام معاهم راه كدير اخر شهر فاش خدمتي معاهم اخر عام، ولا باقي خدام معاهم كدير جوسكو اوجوردي. بالنسبه لهنا كدير السميه ديال لونتربريز، هنا البوست فاش خدام نتايا، وهنا السيكتور فاش خدام في هذيك لاكتيفيتي، وهنا الفونكسيون، وهنا التيب ديال الكونترا واش كونترا ديتيرميني ولا انديتيرميني ولا تومبور ولا ستاجير. هنا كدير ديغنيغ سالير اللي خديتي، وكدير هنا المدينه، وهنا كدير الدوله، وهنا كدير واحد ديسكريبسيون ديال البوست. وإلا خدمتي بزاف ديال الشركات راه كتكليكي على هذا باش يعطيك هنا نمبر جوج، هنا نمبر ان، وهنا كدير نيميرو دو، راه كيعطيك نيميرو دو، كتعمر هاد البلاصه هادي بالاكسبيرونس الى عندك شي اكسبيرونس اخرى. بالنسبه لاخر حاجه كندير البياس جوان ديالنا، هنا كدير الصوره ديالك، هنا السي في ديالك، وهنا كدير واحد ليتر موتيفاسيون اللي كدير تحميل ديالهم انطلاقا من الضغط على هذه البطونه الخضراء في هذا المكان هنا. كل امام مثلا الصوره كتضغط هنا كتجيب الصوره ديالك، وهنا كذلك السي في كتضغط هنا كدير السي في، وكدير اوفرير وكيتحمل السي في هنا، وليتر موتيفاسيون كتكتبها وكتحملها في هذا المكان. بعد ذلك ملي كتكمل كتضغط على جون سوي با ان روبو، من بعد ذلك كتضغط جا اكسبتي لي كونديسيونين، وكتضغط على فاليدي باش تصيفط الضمون ديالك الشركه ديال مغرب ستيل. نفس الشيء اخواني كنديروا نفس الطريقه مع لي بروفيل الاخرين ديال
تكنيسيان مثلا، انت تكنيسيان ديال اللابوراتوار، راه كتدخل لهاد التكنيسيان ديال اللابوراتوار كتشوف كذلك هاد المميزات هنايا، راه كيطلبوا مثلا هنا اللي غتنتهي فيها 7/7/2022 وطالب بوست واحد، والنيفو دو فورماسيون هي باك بلس 2 والاكسبيريونس موان دو 2 اون، وكان عندك الدبلوم ديال لا ليسونس، والا غتصيفط لهاد الكونكور هذا ديال التكنيسيان ديال اللابوراتوار راه كتضغط على هاد المكان هادي، ونفس الطريقه اخواني كتعمر هاد المعلومات بهذا الشكل هذا، وفي الاخير كترفع الصوره ديالك السي في وليتر دو موتيفاسيون، كتضغط على جو سوي با ان روبو، وكتضغط وكتاكسبتي على لي كونديسيون، كتضغط على فاليدي باش ترسل الكونكور ديالك لهاد الشركه هادي ديال مغرب استيل. نفس الشيء اخواني ديال ريسبونسابل ريكروتمون ديال البروجي ريسورس اومان، نفس الطريقه ندخلوا ليه، كيطلبوا اخواني هنايا لدى ديال الاخر اجل باش تصيفط الكونكور هي 17/4/2022، ولي نمبر بوس راه طالبين واحد، والنيفو راه طالبين باك بلس 4، والاكسبيريونس 3 سنين مينيموم، وطالبين في الدبلوم الماستر. واخواني هنا المعلومات راه كامله كاينه هنايا. بالنسبه اخواني باش تدفع ريسبونسابل ريكروتمون ديال لي بروجي غوسيورس اومان، راه كتكليكي على هذه النجيمه هذه بالزرق بهذه الطريقه هنايا، راه كيطلع لك هذا البروفيل هذا، وكتشوف اللي كتعمرهم كاملين بنفس الطريقه باش عمرنا الاولانيين، وكتعمر لي ديبلوم ديالك والاكسبيريونس ديالك والمعلومات كاملين، في الاخير كترفع لي بيس جواند على حساب السي في ديالك ولي ديال الموتيفاسيون ديالك والصوره ديالك، وفي هذا المكان كتضغط على جوزي بان غوبو، كتاكسبتي على لي كونديسيون، كتضغط على فاليدي. وبهذه الطريقه اخواني احنا عرفنا المعلومات كاملين، وعرفنا التاريخ ديال اخر اجل باش ندفعوا اخواني لهاد لي كونكور هادو، والمعلومات كاملين ما عليكم اخواني غير تدخلوا لهاد البلاصه هادي ودفعوا لي دوسي ديالكم وتوكلوا الله. وفي الاخير كنتمنى لكم التوفيق اخواني، وما تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصل بجديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.